لسه واصله اهو، لقيت المخفيه نايمه. النهارده كان يوم جميل قوي، كنت وحشني قوي والله. يا نو يو استنى، ده شكلها صحي. خليك على الخط تمام، هروح اشوفها بس. ماشي خليك. عاوزة حاجة يا طنط؟ أنا نازلة. نازلة رايحة فين يا بنتي؟ مش حسام سافر وقعدي معايا تسيبيني لوحدي؟ رايحة عند أختي أقعد معاها طول اليوم وباجيلك بالليل. رايحة عند أختك برضو؟ بقولك إيه، فكك باب اللي في دماغك أنت وابنك، أنا نازلة وباجي بالليل. مش جوزك سافر المفروض تحترمي غيابه وتقعدي في البيت؟ بقولك يلا أنا ماشية من غير سلام. ايه يا ابني انت مسافرتش ولا ايه؟ لا ما سافرتش ياما. قوليلي بقى ياما، ايه اللي مخبيه عليا؟ ايه اللي مخبيه عليك يا ابني؟ ربنا يهديك. انت عارفه ايه اللي مخبيه عليا؟ انت على طول بتدلع البنت دي، وعلى طول بسمعها بتكلمك وحش امبارح واول امبارح واول وفاكراني نايم، وهي عماله تعاملك وحش وانت ساكته. تقولي دي كويسه، دي بتاخدك على حب. ما تتكلمي ياما في ايه؟ انا بدات اشك في الكلام. في ايه ياما؟ يا ابني ربنا يهديك يا ابني. يا ابني شكك فيها طلقها يا ابني، طلقها. لا مش هطلقها ياما. طلقها. امال هتودي نفسك في داهيه يا ابني؟ لو طلعت فعلا بتخن ياما اقسم بالله العظيم ما هسيبها. يا ابني طلقها تروح لحالها يا ابني، احنا مش عايزين مشاكل. خلاص هتودي نفسك في داهيه، انا ما عنديش الا انت يا ابني. هو انت عاوز ايه بالظبط ياما؟ هو انت متاكدين ليها ليه؟ والله العظيم لو اللي في دماغي ده ليها صح اقسم بالله اقتلها. يا ابني بالله عليك اسمع كلام. ولا اسمع كلامك ولا ما اسمعش. بص بقى، انا هبقى موجود في الشقه، واوعي تعرفيها ان انا موجود هنا، عشان لو عرفتيها ولا انا ابنك ولا اعرفك. تمام؟ ايوه يا حبيبي لسه واصله اهو، لقيت المخفيه نايمه. النهارده كان يوم جميل قوي، كنت وحشني قوي والله. يا نو يو استنى، ده شكلها صحي. خليك على الخط تمام، هروح اشوفها بس. ماشي خليك. انا كده اتاكدت بقى انت بتخونينا. ماشي انا هوريكي. ايه ده انت رجعت امتى يا حسام؟ انت مش قلت انك هتسافر يومين؟ حبيت اعملها لك مفاجاه، وتعالى اقعد جنبي عشان في مفاجاه تانيه اعملها لك. حاضر يا حسام. ادينا عارفه يا حسام، ايه بقى المفاجاه؟ المفاجاه بقى اللي انا محضرها لك يا ست هانم، اني هكمل معاك السهره مع حبيب القلب اللي انت بتخونيني معاه. ايه حبيب القلب ده يا حسام؟ اديني كلامك، انت بتشك فيا؟ جو قلب الترابيزه بقى، وتشك فيا ومش بتشك فيا، ده مش هياكل معايا. هتقولي مين اللي بتخونيني معاه ولا مش هتقولي؟ ولا مين ولا مش مين، انت طالما شاكك فيا يبقى هات الدليل. معايا الدليل. معاك ايه وازاي اصلا؟ انا هقول لك اللي معايا هنا. هيجوزي مسافر النهارده، لازم تقابلني ضروري عشان توحشني قوي. ده ايه؟ ما تردي، قولي بقى اللي انت بتخونيني. بتخوني جوزك اللي صانك وشايلك في عينه وعمال يصرف عليكي ميك اب لبس، عاوز اعمل شعري، عاوز ابقى زي اصحابي، عاوز ابقى احسن من صحابي. في ايه؟ انا عملت لك ايه؟ انا عملت لك ايه؟ حرام عليكي، ظلمتيني ليه كده؟ ليه تخليني اوصل لكده؟ انا عملت لك ايه يا بنت الحلال؟ انا كل حاجه بجيبها لك، كل حاجه بجيبها لك، مشغول في الشغل عشانك، بعمل ايه عشانك؟ سايبك بتكلم ام وحش، بقول معلش بكره تعال، سايبك بتهبدي في الكلام، بقول بكره تعال، انت عاوزه ايه بالظبط؟ انت ايه؟ مخلوقه من ايه؟ بص يا حسام انت صح في كل كلمه، لكن هو بيهتم بيا وبيدلعني وحنين عليا، لكن انت ما مهتم بشغلك، مش مهتم بيا خالص. لا والله، وده مبرر اللي يخليك تخوني جوزك اللي صاينك. على كده بقى اي حد بينشغل في شغله مراته تخونه. اه مبرر، وهو حنين عليا وبيهتم بيا اكتر منك، ونفسه اصلا انك تطلعني عشان يتجوزني. طب جميل جدا، طالما بيحبك قوي كده وحنين عليك اكتر مني، ومجرد ما اطلعك هيتجوزك، دلوقتي هتتصلي بيه وتقولي له انا اتطلقت من جوزي، تعالى لي بقى يا اللي بتحبني وحنين عليا اكتر من جوز اللي صايرني، اتجوزني بقى، يلا اتصلي بيه. اه اتصل بيه، هو اول ما يعرف ان انا اتطلقت هيتجوزني على طول. طب مستنيه ايه اتصلي؟ ايوه يا محمد. ايه يا روح قلبي؟ بقول لك يا حسام، عارف ان انا وانت بنتكلم واول ما عرف طلقني، وانت قلت لي اول ما تتطلقي انا هاجي واتجوزك، هي هتتجوزني امتى؟ ايه هتجوزك ايه يا حبيبتي؟ انا قادر اشيل نفسي عشان اشيل غيري؟ انا كنت يا حبيبتي بتسلى بيكي من الاخر عشان كنت متجوزه، وانت فاكره ايه كلمتين قلتهم لك هتصدقيهم ولا ايه؟ فكك. يعني انت كنت بتتسلى بيا وما بتحبنيش؟ ايوه طبعا يا حبيبتي بتسلى بيك، انت مفكره نفسك ايه؟ انت كنت جوزك اللي شايلك في عينه وطافح الدم عشانك، انا عمري ما اتجوز واحده رخيصه. يلا بالسلامه يا حبيبتي. تغوري يا حرام، شفتي اللي بيحبك وحنين عليكي في ثانيه
باعك بيقول لك يا رخيصه. ليه؟ عشان انت بعت جوزك اللي صاينك وشايلك في عينه. هي اي واحده واحد يدخل عليها بكلمتين حلوين عشان جوزها مش موجود تخونه؟ لا يا حبيبتي، الست الصح اللي ابوها مربيها عمرها ما تبص لاي مخلوق تاني غير جوزها، عشان جوزها بيدفع الدم عشانها. لكن للاسف دي الستات الرخيصه. عن اذنك يا رخيصه. بصوا يا جماعه، رسالتنا من الفيديو ده، اي حد يا بنت الحلال يجي يقول لك كلمتين حلوين في شات على الفيسبوك على الواتساب على الانستجرام في الشارع وجوزك مضايقك او مضغوط او او او، ده بيتسلى بيك عشان انت واحده متجوزه وشايف اللون اللي انت هتبقي مع جوزك وهو هيفضل يتسلى بيك. صدقيني عمر ما هيجي واحد وانت متجوزه ويكلمك من ورا جوزك وده يبقى راجل، عمره ما يكون ايه بيحبك. فاوعي تقعي في ده، عشان فينا بنات كتيره بتقع في ده. كمان هتخسري بيتك وهتخسري اولادك وهيتخرب بيتك وكل ده، هو مش هيتجوزك اصلا وبيضحك عليك. وكمان عرفوني موقف الام كان كده كويس في الفيديو، ان هي تخبي على ابنها عشان خراب البيت ولا كده غلط؟ عرفوني بقى رايكم في الكومنتات. سلام عليكم.